مرحبا احبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقه تزيين كيك بالفواكه. طريقه كتير سهله وبسيطه وطيبه، وللمبتدئين ان شاء الله بتنال اعجابكم وبتنال اعجاب الجميع. والكيك رح احط لكم طريقه تحضير الكيك بالرابط. هيدا شكل الكيك من الداخل، شكل بشهي، عجينة طرية، كيك طري ورائع وكتير كتير طيب. شايفين حاشين الكيك بالفواكه من الداخل كمان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا 240 ملي حليب بارد، وانتو شو بتعملوا؟ بتمشوا على طريقة الكريمة الموجودة على الظرف، المكتوبة على الظرف عندكم. بنحط الكريمة، عندي الكريمة بنكهة الفانيلا كمان. بستعمل ظرفين كريمة عشان كل ظرف لازم استعمله 120 ميلي حليب. بخفقن على سرعة عالية. خفقنا الكريمة، صارت عندي بهيدي السماكة جبنة المسكربوني، بتعطي سماكة كتير مرتبة للكريمة، بس ما نزين فيها بتاخد الشكل مرتب، ما بتدوب عنا الكريمة، بتحسوها بتضل محافظة على شكل التزيين على السماكة. هذه الجبنة اختياري، انتو اذا متوفرة عندكم بتحطوها، وإذا ما متوفرة ما في أي مشكلة، يعني مش واجبة. هلأ بخفقن مع بعض على سرعة خفيفة. خفقتن شي بسيط كتير، صاروا بهيدي السماكة. خلصنا تجهيز الكريمة، بحطها للكريمة بالبراد. بعد ما خفقت الكريمة أنا وياكم، عنا هون فريز، كيوي، أناناس، مية الأناناس، وعنا هيدي حبة الكيوي بدي أعمل منها شكل حطه بنص الكيك. أول شي بقصها بهيدي الطريقة وارجع بعمل بهيدا الشكل مثل مثلثات. شيل المثلثات اللي عملناها، طريقتها كتير سهلة وبسيطة. شايفين كتير سهلة. هيدا الشكل اللي طلع عندي كتير حلو شكله. هلأ شو بعمل؟ هيدا القشر اللي هون بقشره بهيدي الطريقة، شايفين كيف؟ بدنا نعمله بهيدا الشكل. نفس الشي هون، طريقتها كتير كتير سهلة، يعني ما بتاخد معنا وقت وما بدها صعوبة، كتير بسيطة. قشرناها كلها، نعملها بهيدي الطريقة هلأ على الكيك. شايفين شكلها شو حلو؟ هيدي بدي احطها على الكيك، بنحطها هون على جنب لزين انا وياكم الكيك. هيدا الكيك اللي عملناه سابقا، رح احط لكم طريقة الكيك بالرابط اخر الفيديو. بدي قص الكيك طبقتين فقط، بنقص الكيك على النص
شايفين روعة، طلع العجينة كتير مرتبة وناشفة. هيدي الطبقة رح حطها من الأعلى والتانية من الأسفل. منسقي الكيكة بعصير الأناناس. بعملكم طريقة تزيين كتير كتير سهلة وبسيطة. بحط كريمة، كمان بدي احط اناناس وكيوي بقلب الكيك. حطينا فريز وكيوي واناناس من الداخل. هلا الطبقة التانية نفس الشي، بدي سقيها بعصير الاناناس ونحطها كمان. حط عصير، كريمة، كمان بحط هيدي الطبقة على طبقة الفواكه. بسم الله، شايفين شو طلع حلو منظرها؟ طلع في فواكه مبينة بقلب الكيك. هلا شو بدي اعمل؟ بدي شيل شوي قشرة الخفيفة، الكيكة كتير طري بس انا بدي شيل القشرة شي بسيط. بحط كريمة، بزين بالفواكه. عم شيل هيدي من الداخل، بحطها بالنص، بحط حبة فريز كتير صغيرة بهيدا الشكل. هلا بحط اناناس عالداير، بحط فريز، كيوي، هيدا الكيك اللي زينته أنا وياكم. طريقة تزيين بالفواكه كتير كتير سهلة وبسيطة وما أخدت معنا وقت بالتزيين. كيك كتير شكل بشهي ورائع. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.